ما يمكنش يدوز العيد بلا ما نحضر هذا اللحم شوفوا معي ما شاء الله غير اللوين والشكل ديالو كيفتح الشهية وكيشهي كيجي رائع ولديد بزاف ضروري تجربي الوليدات وعائلتك والضيوف ديالك تبعوا معي الوصفة حتى الآخر نبدأ على بركة الله كناخذ الطنجره ديالي وكنحطها فوق من النار كنضيف شويه ديال الزيت نباتيه ومعلقه صغيره ديال الزبده كنمزجهم مع بعضياتهم ومن بعد كندوز كنضيف ثلاثه ديال الحبات ديال الجزر انا كان عندي الجزر غير صغير اللي نقيته وقطعتو هكا متوسط وثلاثه ديال الحبات ديال البصله حتى هي قطعتها الحجم ديالها كبير ما تصغروهاش كنضيف ربعه ديال الدريسات ديال الثومه لكل وحده قسمتها على جوج فقط صافي وكنخلي هاد المكونات هادو يعني تقلاو كندوز كنضيف التوابل حتى شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال القزبر يابس وواحد رشيشه صغيره جدا ديال القرفه كنمزج مزيان وكنضيف جوج لتر ديال الماء اللي كيكون مغلي الى لاحظتوا معايا درت كميه قليله ديال التوابل وديال الملحه مقارنه مع الماء لان في الاخير هذه المي هذه كامله اللي كتشوفوها غادي نشفوها وغادي نحصلوا غير على واحد الكميه قليله ديال المرق وبالتالي الا كثرتوا التوابل وكثرتوا الملحه داك المرق غادي يجي مالح بزاف وغادي يجي فيه المذاق مجهد ديال التوابل صافي هنا خليتهم كيطيبوا واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد كنضيف ربطه ديال نضيف فخيضات ديال الغنمي ماشي الفخذ ماشي كامل غير الجزء السفلي ديالو فقط والكمية راه كتبقى على حسب عدد افراد العائلة من طبيعة الحال تديرو اما الفخذ كامل كديرو الكتف مهم الكمية كتبقى على حسب عدد افراد العائلة بالنسبة للماء راه يكون يعني قريب يغطي لنا اللحم باش كنخليوه يطيب على خاطر خاطرو كيطيب لينا يعني دفعة واحدة بلا ما قام نبقاو نقلبوه كل مرة صافي كنسد هديك الطنجرة مزيان كنغطي عليها كنسد هذيك التقيبه اللي شفتوها في الغلاقه وايضا الا لقيتو تقلوها بشي حاجه فكتقلوها وكتخليوه كيطيب على نار اللي كتكون مهيله غدا المتوسطه ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش مجهده بزاف خديت البعويد او الايجاز كيف ما كتلاحظوا معايا نقيته وحيت لي داك الجزء اللي كيكون في الاسفل باش هكا داك البعويد كيقدر انه يعني يبقى واقف كنضيف ايضا عويد ديال القرفه شويه ديال الملح والماء وكنحطو كيتسلق بعد ما كيتسلق كنضيف السكر ثلاثه ديال معلقات ديال السكر كنضيف ايضا شويه ديال القرفه صافي وكنخليه كيطيب كي وكيتعسل مزيان مزيان تقدروا تضيفوا ايضا شويه ديال المرق ديال اللحم غير انا المرق ديال اللحم ديالي كان مازال ما يعني كنت يلا حطيت اللحم كيطيب كي صافي بعد ما كيطيب هذاك اللحم تقريبا كياخذ كي ساعتين حتى ثلاثه السوايع على حسب الحجم وايضا اللحم واش كيطيب بالزربه ولا لا دهنتو بالزبده درته في اللاطه ودخلته للفران على اعلى درجه النار ما تكونش مهيله باش ما ينشفش النار تكون على اعلى درجه وديك المريقه كنشدها وكنصفيها يعني كنحيد كاع هذاك الشيء كتبقى ليا لاصوص صافيه وكنردها فوق من النار باش كت يعني كتنشف بعد ما كتنشف وكتولي لي على هذا الشكل هذا كندوز أخضر اربع كاس ديال الماء كنضيف فيه معلقه صغيره ديال النشا كنمزج مزيان ومن بعد كندوز كنضيف هذا الخليط ديال النشا مع الماء في لاصوص ديالي يعني حتى كت كتنشف لنا مزيان هذيك لاصوص عاد كنضيفو النشا مع الماء صافي كنمزج مزيان غير كيبدا كي الخليط ديالي كيغلي كي ولا صوص ديالي كتكون واجدة كتجي بنينة 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 بزاف التوابل بالقياس الملحة أيضا بالقياس كتجي خطيرة هنا في المرحلة الأخيرة ضفت واحد المعلقة أو جوج معلقات ديال العسل كيوازنو لنا ذاك المذاق وكيحليوا لنا ديك لاصوص غير جربوها ما غاديش عليها نهائيا شوفوا معايا القوام والشكل ديال لاصوص كيفاش كيجي صافي غادي نرجع الاجاس او البويد ديالي اللي كيكون تعسل شوفوا معايا الشكل ديالو يعني بحال الا كتعسلوا البرقوق او المشماش غير هو كياخد شويه الوقت في الطياب في الاول باش كيدخلوا الطياب هنايا كنزينو باللوز ايفيلي تقدروا تزينو باش ما بغيتو يعني غير شويه هكا طريقه تزيين بسيطه وكان بدا كنقدم الطبق ديالي شوفوا معايا داك اللحم كيفاش تحمر كي ياخذ واحد اللون رائع رائع بزاف اهم حاجه الفران ما يكونش على نار مهيله يكون سخون من قبل والنار تكون مجهده على اعلى درجه انا حمرته على 250 درجه باش ياخد لينا اللون بالزربه وما كيبقاش حتى يعني كينشف صافي هنايا درت واحد جوج ديال الزليفات درت فيهم هذاك لاصوص اللي حضرنا وخليت تقريبا تلوتين درتهم في الزليف والثلث خليته غادي نسقي به اللحم من بعد وايضا كنضيف هذاك الايجاس في الجوانب صافي فاش كنبغي نقدم الطبق ديالي كنسقي بهذاك لاصوص شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالو كيفاش كيجي كي كيشهي كيجي رائع رائع بزاف والمذاق ما لكم البنات كيجي كي لذيذ داك اللحم كيجي دايب وايضا ديك لاصوص كتجي خطيره وبنينه بنينه بزاف تنتمنى فعلا انكم تجربوه جربوه للضيوف ديالكم العائله ديالكم لانه طبق هماوي ديال العائله والضيوف النهار الكبير وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم ما تنسوش ايضا تنضموا الحساب عنوان الحدقه باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات والشيبات اللي كنشاركها معكم شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كتحيد كي هذاك العظم بكل سهوله كيتساس اللحم شوفوا معايا فعلا طبق اللي يستحق التجربه ما بقى لي نقول لكم في فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء